النهاردة 1 يونيو، بالمناسبة دي احنا عايزين نعيد على كل أب وأم ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، لأنه النهاردة اليوم اللي أقرته الأمم المتحدة إن هو يكون عيد أو اليوم العالمي للوالدين. الحقيقة إنه اليوم ده تم إقراره عام 2012، وبالمناسبة دي هي فرصة عظيمة جدا إن احنا نكرم الآباء والأمهات في كل البيوت المصرية، لأنه كل أب وكل أم هم الأساس لأي بذرة حلوة بتتولد وبتكبر وبنشوفها بقى يعني حاجة حلوة كده في المجتمع، سواء دكتور، ضابط، مهندس، أي مهنة بنشوفه هو ده البذرة الحلوة. الحقيقة إنه الأب والأم مهمين جدا جدا في دورهم نحو أبنائهم وأطفالهم، وتحديدا بالمناسبة دي أنا عايزة أتكلم عن دور الأم، لأن الأم هي الحضن، هي الحنان، هي الحاجة اللي بتحتضن أبنائها في عز الأزمة، في عز المشاكل، هي الطبطبة. طبعا يعني اللي بيفتقد أمه أو بيفقدها بيبقى فقد مشاعر عظيمة جدا جدا، ولكن أكيد ربنا بيلهمه الصبر. الأب كمان دوره مهم جدا جدا، لأن هو السند، هو الظهر، ولو الأب مش موجود بدوره اللي المفروض يكون عليه بيحصل الحقيقة خلل كبير قوي في نفسية الأطفال وفي البيت بشكل عام. ولكن هو عيد ميلاد هنقوله للاتنين أو عيد للوالدين، بنقول لهم فيه كل سنة وأنتم طيبين، بكل بر وبكل حب وبكل محبة، بنقول لكم إن إحنا عمرنا ما بننسى دوركم في حياتنا، لأنه لولاكم مش هنكون إحنا موجودين في أماكننا أو في شغلنا أو في نجاحاتنا أو في إنجازاتنا. دايما وراء كل نجاح وإنجاز أب وأم عظماء. كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله كده دايما تنوروا حياتنا.